اعترافات، اعترف لك باعترافات صحيح. على الهامش، وش صرت تعلقك بالعزبة؟ جدا عادي، ولكن احب الاشياء اللي ما يلعب فيها. مثلا هذه ثاني مرة اشتري لي اغراض من هذه عشان يلعبون، يقطونها يمين يسار. ليش الاغراض؟ مثل الدلة. لان الدلة لا سويت فيها قهوة وخليتها تبطي يوم يومين تطلع مين بحلوة. إيه؟ وفي من يستهتر بالشيء هذا؟ مو استهتار، تبلد، عدم مبالاة. انا بعض المرات يجيني تبلد من الاغراض هذه. يعني سيف يحب يحط الاشياء اماكنها ويلقاها في مكانها. يا سلام عليك. نظام شيبان، الله يطول بعمارهم ويرحم من مات. اللهم امين، الله يرحمهم ان شاء الله. يا رب. عندك عقدة معينة تجاه اللغة الانجليزية؟